بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير. أجمل تحية هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. يوم جديد من أيام السباقات وأسبوع آخر من أسابيع تمهيد المرموم، ثالث أسابيع هذه التحديات في هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا، وانطلاقات سباقاتنا المتميزة التي تعلن في صباح هذا اليوم انطلاق 16 شوطا لمسافة 4 كيلومترات. بسم الله وعلى بركة الله، أعطيت الإشارة لانطلاق أول أشواطنا في هذا الصباح، حاملة هذه الفئة من فئة المفاجآت والتحديات التي تحمل القوة والاندفاع في مسار التحدي والإثارة. نرحب بكل حضورنا الكريم ومشاهدينا عبر قنوات دبي ريسينج المتابعة لهذه التحديات وهذه الإثارة هنا في تحفة ميادين السباقات. انطلاقة أولى تحمل شوط الإبكار المحليات في هذا الأداء. نتابع المقدمة ونذهب إلى أول الاندفاعات. بسمة تأتي على المركز الأول للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ التي تقود الانطلاقة الأولى على المركز الثاني. هناك مشغله مطار بن راشد بن مفتاح الشامسي، وفي المركز الثالث انتقالنا إلى ضبي في المركز الثالث مطار بن حمد بن عمير الشامسي، وعلى المركز الرابع تعويض محمد بن سالم بن علي البلوشي، بينما المركز الخامس في هذا الأداء هناك دخول قادم من الضبي سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، وفي المركز السادس تظهر الانطلاقة تحمل بشاير خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، سابع الأسماء جمرة حمد بن راشد بن عامري الاجتبي، وفي المركز الثامن انطلاقنا إلى منوى حميد بن أحمد بن حارب المهيري. أشوف المركز التاسع الهايلة سالم بن خلفان بالعري الاجتبي، وفي المركز العاشر تبدأ انطلاقات لهبيبة سعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي. أول نداء لنا متابعينا الكرام وانطلاقة أول التحديات على أرضية هذا الميدان 4 كيلومترات. التجارب النهائية قبل الانطلاق إلى الختام المنتظر في هذا الأداء لهذا التمهيدي تمهيدي المرموم. المقدمة وفي الصدارة تأتي بسمة على أول المراكز الدكتور سعيد بن سالم الشيخ الذي يعلن انطلاقة بسمة على المركز الأول حامل لواء التحدي والانطلاقات. لدينا في المركز الثاني تدخل من مشغلة مطار بن راشد بن مفتاح الشامسي في هذه اللقطة الجميلة. تقدم هنا في هذه اللحظة وانطلاقة من لهبيبة سيد بن حمد بن مصلح الإحبابي. السلام يقدم الهبيبة بهذا الأداء الجميل. هناك المركز الرابع انطلاقنا إلى بشاير خليفة بن سلطان بن رشيد، وعلى خامس المراكز هي من وحميد بن أحمد بن حارب المهيري، بينما المركز السادس تأتي جمرة حمد بن راشد بالعامري الاكتبي في هذا الأداء الجميل. المركز السابع انطلاقنا إلى وجود الضبي في هذه اللحظات وتحدي منصور بن علي بن راشد النعيمي. أشوف هناك التحدي والقادم، والمركز الثامن تأتينا الانطلاقة حاملة ريمة سعيد محمد بن سعيد بن مروشد. أتابع المركز التاسع وهذا الأداء الجميل، هي الدان عبد الله محمد بن سلطان العويسي، وعاشر المراكز نشوف وين هي بالفعل يمامه محمد بن عبد الله بن حميد الخاطري. عدينا الندى، وصلنا إلى الإعلان، وصلنا إلى التحدي، وصلنا إلى ما ينتظره المتابعون في كل مكان. 1200 في هذه اللحظة
الجميلة والانطلاقة القادمة التي تحمل لهبيبة. ما شاء الله انطلقت إلى الصدارة، اتمسكت بالصدارة. بن مصرح يقود الأداء الجميل مع هذه اللحظات والانطلاقات. المركز الثاني هي بشاير على ذاي المراكز، خليفة بن سلطان بن رشيد، وتحدي ثنائي بين بشاير والهبيبة في هذه الرقص المتميز على الاندفاع. شوف المركز الثالث والقادمة بهذه الأداء يريمة. سعيد محمد بن سعيد بن مروشد يعلن انطلاقه. جمرة هناك، حمد بن راشد العامري الكتبي على المركز الرابع، وفي خامس المراكز تنطلق هي مشغلة. مطر بن راشد المفتاح الشامسي، الشعارات، الانطلاقات، المرموم، المرموم يقدم هذه الانطلاقة الجميلة. الله، ريمة، وهي ريمة، ريمة على الصدارة. هنا الانطلاق المتعلق يدفع دائما بكل انطلاقته وتحدياته. سعيد محمد بن سعيد بن مروشد ما شاء الله وتبارك الله، اول ندانا في هذا اليوم. سلام الى تحدياتي زعبيل ورد الشبة في هذه الانطلاقة القوية، ومسار ما شاء الله يحمل هذه اللحظات. سعيد محمد بن مروشد الذي يقود هذا الاداء الجميل وانطلاقة اول الاسماء. اول ندانا لابكار المحليات، صدارة في هذه اللحظة والتحدي لريمة. سعيد محمد بن سعيد بن مروشد ما شاء الله وصل مع لوحة الاعلان وانطلق الى القمة الى بداية هذه اللحظات. تابع يلي بتتابع، شوف هذه القادمة بقوة ما شاء الله وتبارك الله، وتوقيت بعد مميز يحمل هذه الانطلاقة. هي ريمة على المركز الاول، المركز الثاني جمرة حمد بن رجل العمري الاكتبي، المركز الثالث هي بشاير خليفة سلطان بن رشيد، وفي المركز الرابع كانت الهبيبة سعيد محمد بن مصلح الاحبابي، وفي المركز الخامس مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، او هناك مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي. هي مشغلة على المركز الخامس ما شاء الله وتبارك الله. اول التحديات والانطلاقات، وتمهيدي المرموم الثالث يفتتح مع ريمة. 5:59 وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحب هذه التحديات ريمة. سعيد محمد بن سعيد بن مروشد تحياتنا الى ند الشبا، وسلاما لانطلاقات التحدي. جمرة في المركز الثاني، حمد بن راشد بن العمري الاشتبي، وتوقيت زمني ايضا 6:02 من الثانية. وثالث المراكز يذهب الى بشاير في المركز الثالث، والتي ذهبت مع خليفة سلطان بن رشيد السويدي، و6:03 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.